تتهمنا بالتعلاقات مع إيران؟ أقسم بالله إيران حقيقة أثبتت إنها حقيقة دولة شريفة، أثبتت إنها حقيقة دولة شريفة. يقول أن إيران دولة شريفة، والله هذه يعني أضحوكة. إيران التي تتآمر على دول الخليج العربية، إيران التي لها شبكات جاسوسية في الكويت وفي البحرين وفي عدد كبير من الدول، أصبحت دولة شريفة. إيران التي تحرق السفارة السعودية وتحرق عدد كبير من السفارات، دولة شريفة. هذا هو المنهج القطري الذي دابت عليه.